تتزايد معاناة النازحين في العراق يوما بعد يوم جراء بقائهم في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبسط متطلبات الحياة، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الحلول الحكومية التي تقلل من قوة الجو الحار عليهم. نازحو مخيمات الخالدية بمحافظة الأنبار يعيشون أوضاعا إنسانية قاسية جراء ظروف الجو الحار وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وقلة الدعم الحكومي المقدم لهم من وزارة الهجرة والوزارات المعنية الأخرى. الصيف شلون؟ والله ضيم علينا نار حمراء، هذا اللي هو من تحمس الشمس قوم عبالك نار تعدل علينا، والله عبالك شو على النار غير بيك الهواء، هذا نار والله نار، والله ما نقدر يعني نقعد بالذروة من الهواء الحار. تفشي الأمراض كانت إحدى المشاكل الرئيسية التي خلفتها درجات الحرارة العالية، لا سيما الأمراض الجلدية بين الأطفال وكبار السن. أمراض أشكال الأمراض دارت فينا، والله يا أمراض ها عندهم هسه عينا ذبحات بالقلب، ها عندنا الحكي عنده بالفيروز هم كبد الماله بفيروز، ها وعندنا كثير أمراض والله وليك ما أقول لكم مرض واحد مثلي، كثيرة أمراض موجودة بالعوائل. إي والله حرارة الجو داخل المخيمات لم تترك للنازحين مجالا إلا أن يهربوا خارجها للبحث عن نسمة هواء قد تجعلهم يشعرون بالحياة. حارة الدنيا والعالم تطلع خارج الخيمة لتشتم هواء بهالشمس من شدة الحر داخل الخيمة. نازحو مخيم الخالدية قالوا إن المساعدات التي يحصلون عليها تأتيهم من خلال تبرعات بعض الأشخاص لهم، مؤكدين إهمال الجهات الحكومية لمعاناتهم. يشكل المنظمات على الغاز مع المولد، يقول لك انت مو علينا على الحكومه، تجي الحكومه على المنظمات، فضايعين بين الحكومه وبين المنظمه. يعني خلف الله على المتبرعين، يعني برمضان يعني شويه ساعدونا يعني نجمع من الخيام على كل خيمه 5000 دينار وشغلنا المولد وقضينا شهر رمضان على خير، وهسه خلصنا غاز ما. ويبقى النازحون في مخيمات تحت الشمس الحارقه ودرجه حراره تصل الى 50 درجه مئويه. في ظل غياب المساعدات الحكومية، على الرغم من تأكيدات الأمم المتحدة بوجود 8 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة في العراق.